مرحبا. الإمبريو جلو أو غراء الأجنة يعتبر نقل الجنين من أكثر مراحل الحساسية في علاج أطفال الأنابيب. الإمبريو جلو هو حل مستنبت تم تطويره لاستخدامه فقط في نقل الأجنة ولزيادة انغراس الجنين في الرحم. الإمبريو جلو هو مادة غنية بالهيالورونان والعناصر الغذائية الأخرى التي تدعم ارتباط أو انغراس الجنين داخل رحم الأم. نتيجة للدراسات فقد ثبت أنه يزيد من معدلات الحمل وبالتالي تجنب فرص الإجهاض. في جميع المرضى يمكن استخدام لاصق الأجنة أو الإمبريو جلو نظرا لأن الهيالورونان مادة أو جزيء طبيعي في جسم المرأة. لم يتم الكشف عن أي آثار جانبية، لذلك يمكن استخدامه لجميع المرضى. هدفنا الوحيد هو تحقيق نتائج ناجحة باستخدام واتباع الابتكارات والتكنولوجيا الجديدة في علاج أطفال الأنابيب. شكرا لكم.